ذهبت إلى خان ضاري للإطمئنان على الدكتور حارس الضاري، وعند عودتي أصاب إطار السيارة التي أركبها عطل، فتركتها وتركت سيارة ثانية معها وفيها قسم من حرسي، وتوجهت إلى بغداد. ولما وصلت حي العدل علمت أن الشباب الذين كانوا معي قد تعرضوا إلى حادث اعتداء عند جسر الغزالية، مما أدى إلى استشهاد أحد الحرس وجرح 5 من الحرس.